بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مع أم سنين. مرحبا بكم. المهم فيديو اليوم إن شاء الله راح يكون تابع الفيديو اللي نزلت لكم من قبل. هذا المرة راح نوري لكم طريقة اللي نحسب بها الوزن المثالي الجسمي. هذه هي الطريقة اللي نتابع هنايا. نتمنى إن شاء الله الكتابة فقط تكون واضحة. عندنا هنا كيفية حساب الوزن المثالي. كيف تحسبي الوزن المثالي تاعك؟ يعني كيف تعرفي بلي الوزن اللي فيه هو وزن صحي؟ هنايا لحساب الوزن المثالي للجسم ضروري معرفة طول الجسم بالمتر ووزن الجسم بالكيلوغرام. علاه نعرف هذو الحوايج؟ نعرفهم باه نتحصل ولا نقدر نحسب نتيجة الكتلة للجسم. انتي ضغطي وزني روحك وتشوفي الطول وتروحي تحسبي معايا كتلة الجسم. كيف نحسبه كتلة الجسم؟ كيفية حسابة كتلة الجسم؟ اولا نتيجة كتلة الجسم هي حاصل قسمة وزن الجسم بالكيلوغرام على الطول بالمتر ضرب الطول في المتر. هنايا او ضرب الطول بالمتر، الطول يكون بالمتر. عندي لهنا ضروري هذا تتوله لهنا للمقام. عندنا قلنا الطول في الطول ماشي الطول في اثنان. انا راني شفت عدة فيديوهات دايرين الخطأ هذا وعطين لكم الطول في اثنان هكذا خطأ. لازم تسولوه الطول تضربوه في الطول. مثلا انا راح نطبق معكم ان شاء الله اليوم النتيجة تاعي راح نشوفوها. هنايا لما نحسبوا كتلة الجسم نطبقوا الوزن على الطول في الطول تخرج لنا كتلة الجسم. راح يخرج واحد الرقم ما عنده حتى معنى، مش راح نتفهموا به او اي حاجة. ضروري تتبعوا هذا الجدول. اول حاجة ما تضحكوش على الرسم تاعي، انا رسمت بهذه الطريقه هكذا قبلك باه نفهمكم. المهم هنا النتيجه هذيك الى خرج لكم الرقم يكون اقل من 18.5، الى خرج لكم الرقم هذاك اقل من 18.5 عرفوا بلي هذاك الوزن راه وزن تحت الطبيعي. يعني الانسانه هذه راهي نحيفه، ضروري تزيد شويه في الوزن. اذا كان الرقم اللي لقيتوه او كتله الجسم اللي لقيتوها كانت تتراوح بين 18.5 و24.9، يعني هذا راه وزن مثالي ووزن صحي. هذاك هو الوزن اللي تحافظ عليه وتقعد يعني به. واذا كان الرقم اللي تحصلتوا عليها وكتلة الجسم اللي تحصلتوا عليها كانت ما بين 25 و29.9 ولا نقولوا 30، هذيك هي هنايا راهي فوق الوزن الطبيعي، يعني راهي زايده في الميزان. ما نقولوش سمنه، ما نقولوش راهي في خطر، ولكن راهي في طريق الخطر. يعني هنا ضروري انها تحافظ او تحاول تنزل في الوزن باه تدخل في الوزن المثالي. واذا كانت النتيجه اكثر من 30 اللي لقاتها في كتله الجسم هنا راهي دخلت في مرحله الخطر وراهي في مرحله السمنه. اذا هذا هو الجدول. انا راح نطبق معكم ان شاء الله النتائج اللي لقيتها معايا. انا راح نحسب كتله الجسم اتاعي. بسم الله. عندي هنايا قلنا وزن الجسم ياك، كنا وزننا كيف كيف اخر مره لقيتها هي 68 هذا بالكيلوغرام على، راح هنايا نديرو الطول في الطول. انا الطول تاعي لقيته 168، راح ندير متر و 68 قلنا بالمتر في متر و 68 نلقاو النتيجة 2.82. هذه راح نحطها له 2.82 تساوي هنا راح نتحصلوا على كتلة الجسم. راح نديرو 68 تقسيم 2.82 والنتيجة هي 24.11.
اذا هذه هي كتلة الجسم، لقيتها 24.11. لهنا راح نروح للجدول ونشوف الرقم هذا وين يكون محصور. اذا الرقم هذا راهو 24.11، راح يكون هنا في الوزن المثالي بين 18.5 و 24.9. هنايا انا الكتلة تاعي 24.11، اذا الوزن تاعي راه وزن صحي او وزن مثالي، راح نحاول اني نحافظ عليه. اذا لقيتوه بين 25 و 30 هنايا ضروري انكم تهبطوا، ولكن لقيتوه قل من 18.5 ضروري انكم تزيدوا شوية في الميزان. نتمنى ان شاء الله تكون فيديو اليوم مفهوم. راح نقدم لكم الصورة هذه، نحاول نحطها لكم بشكل جيد باه تقدروا ديروا لها هكا، باه تقدروا تصورها، ولكن راح نصورها باذن الله ونخليها لكم في اول الفيديو. هذه هي. اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو اليوم ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.